السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ كيف تريد حالك؟ مبارك الحجة، مبارك مبارك. يبارك فيك يا حاج، يبارك فيك ان شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله على السلامة انت بعد هذه الحجة والتعب والشرق والواحد غير ان شاء الله، بارك الله فيك. تميتوا درتوا طوافكم ان شاء الله، والحمد لله تميتوا حجتكم. تكملنا معلومة الحجاج دار طواف الإفاضة، وفي اللي مازال ما دارش بعد ما يكمل رمي الجمرات غدوة ان شاء الله، والله ثالث يوم بيعد يرموا، في اللي بعض منهم كمل. طيب كيف الوضع العام، كيف الامور؟ والله يقولي في حاجة وقتها، مجموعة من الحجاج من كل المناطق، ونعطيك التدرس معها مستمر. باهي هاته. ها ارجع. باش مهندس. السلام عليكم. هاي باش مهندس. عرفني بروحك، أنا ما عرفتكش. طبعا أنا الحاج عبد الباري محمد نجم التير من مدينة مشلاتة، تابع المنطقة الوسطى ألف. طبعا تابع السيد الحاج علي موسى، والمشرف علي الحاج عمار عبد المجيد التركي. سيدي أهلا وسهلا بكم. طمني على الحجاج، طمني على الحجاج. ما شاء الله، الله يبارك فيك. انت نشكرك جزيل الشكر والاحترام على ما قدمته لنا للحج لهذه السنة، وبالحق نشهد بالله لقينا امورنا 100%. تقبلتنا البعثة من مطار جدة، والله ما تعبنا يا حاج عبد الحميد، لقينا شنطينا في فندق، والعزايز كلهم فرحانات ويدعي لك، وان شاء الله يا ربي يطول في عمرك. والله حتى في بشرنا احنا ماشيين لعرفه، لان قالوا لنا بان السيد عبد الحميد الدبي براه وقال لكم بالنسبه للهدي الناس اللي حاجه بالتمتع، بالنسبه للهدي راهو مدفوع التكاليف كلها. ونشكرك جزيل الشكر والاحترام السيد عبد الحميد، بارك الله فيه. هو اهم شيء بهاتنا وامهاتنا واولادنا اللي حجوا واخواتنا، انه هو الحجه هذه نبغاها حجه متميزه، لان مشاكل البلاد ومشاكل الدنيا كلها لا نبغى نريحوا 4000 ولا 3000 شخص، مش هو غادي. كيف الاقامه، كيف احكي لي عن الاقامه ان شاء الله؟ الاقامه مليحه، في من اجمل واربع الفنادق، وبالنسبه للبوفيه مفتوح ما شاء الله، وما نقصنا شيء. والله يتب الحق يا سيد عبد الحميد، ما نزيد عليك، ما نقصنا شيء وتب الحق ما شاء الله. وجماعة الكشافة وجماعة البعثة ما شاء الله، والمشرفين تب الحق ما شاء الله، وما فيش واحد قصة من تلانا. وهذه أصلا تكتب لك أنت سيد عبد الحميد، لا تكتب لله إن شاء الله في ميزان الحسنات كل الشباب اللي خدموا الحقيقة واللي وصلوا لنا للنقطة دي. أول مرة تكتب في التاريخ الليبي بأن تكون الحجة سنة بلاش ومدفوعة التكاليف، والله ما دفعنا دينار يا سيد عبد الحميد ما شاء الله. كانت الفكرة أن مهما كان هو 35,000 دينار تكلفة الحاج، وقلنا بندعمه ب 80%، لقينا المبلغ 7,000 و8,000 في ناس غير قادرة على سداده، بالذات في الظروف الحالية دي، وبتنزل 5,000 حتى هي في كثير من العزايز والشابين مش قادرين، وهذا وخصوصا بعد مرحلة من إنه هو صرفه ومدخراتهم، الناس ما عادش عندهم مدخرات. احنا قلنا الحاجة هذه الدولة تغفلت فيها.